أهلا بكم مشاهدينا الكرام لهذه التغطية الإخبارية المستمرة مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز، خصصناها لمتابعة عدد من الملفات المحلية والدولية. البداية ستكون من جهود مصر لدعم أمن واستقرار السودان. أنا مصر ستظل معكم قلبا وقالبا داعمة لجهودكم من أجل تنمية واستقرار وازدهار شعب السودان الشقيق. تستضيف مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان في 13 من يوليو الحالي، وذلك لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي وتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، وذلك بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية هذه الأزمة. وحسب ما صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، فإن المؤتمر يأتي في إطار حرص السيد الرئيس السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشرة للسودان، والاتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وأيضا لتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها الشعب السوداني، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل. تؤكد مصر دائما ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، هذا فضلا عن دعمها الكامل لأمن واستقرار السودان ومساندة الإرادة الحرة لخيارات الشعب السوداني. المزيد في سياق هذا التقرير نتابعه. علاقات أزلية ومتشعبة في كل المجالات، تلك التي تربط مصر والسودان عززتها مياه النيل شريان الحياة للبلدين. مرتكزات عديدة تقوم عليها أسس التعاون بين مصر والسودان، إذ تؤكد القاهرة ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية فضلاً عن دعمها الكامل لأمن واستقرار السودان ومساندة الإرادة الحرة لخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده. هذا التوجه برز خلال لقاءات الرئيس السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث دعمت مصر الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان باعتباره خطوة مهمة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان ودعم الدولة السودانية لإنجاح العملية السياسية عبر توافق سوداني خالص يضمن استقرار ورخاء السودان. كما ظهر هذا التوجه جليا خلال الأزمة الحالية بين الجيش السوداني والدعم السريع، حيث أكدت مصر في أكثر من مناسبة تضامنها الكامل مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الراهنة وضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، مشددة في الوقت ذاته على احترامها لإرادة الشعب السوداني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وضرورة عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة. ومن جهته يؤكد البرهان دائما على متانة وأزلية العلاقات مع مصر وحرص بلاده على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بالدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان. كما حرصت القاهرة والخرطوم على مواصلة سياساتهما الرامية إلى تعزيز علاقات التكامل في كل المجالات، لا سيما المجال الاقتصادي والذي تزايدت أهميته في ظل الأزمة المالية العالمية وأزمة الغذاء العالمية، ويتمثل ذلك الحرص في توقيع عدد من مواثيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، كان آخرها خلال اجتماع اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة التي عقدت في القاهرة أغسطس الماضي، إذ تم الاتفاق على زيادة معدلات التبادل التجاري بين القاهرة والخرطوم بعد أن وصل نحو 1.3 مليار دولار.
جهود متواصلة تبذلها مصر لدعم السودان الشقيق، وذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع البلدين، وتأكيدا أيضا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين. المزيد مشاهدينا الكرام نتابعه في سياق هذا العرض. المزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أسامة سعيد مدير تحرير جريدة الأخبار. دكتور برحب بك يا فندم معنا طبعا إلى هذه التغطية. الحقيقة أنه منذ اندلاع هذه الأزمة والدولة المصرية لعبت دور كبير، وكان هناك تحركات منذ اللحظات الأولى وعملت بشكل قوي وبجهد كبير لتلعب دور الوساطة في حل هذه الأزمة والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. كيف تقرأ الدور المصري في هذه الأزمة؟ يعني أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة. أهلا بك. الدور المصري دور محوري للغاية، دور مهم، وأعتقد أن مصر هي في مقدمة الدول التي بذلت الجهد منذ اللحظة الأولى لهذه الأزمة وتحركت على كل المستويات، سواء على المستوى السوداني الداخلي بالتواصل مع أطراف الصراع، محاولة تقريب وجهات النظر، أيضا تحركت على المستوى الإقليمي من خلال التواصل مع المؤسسات المعنية، مع الأطراف ذات الصلة، مع دول جوار السودان. وأنا أعتقد أن هذا التواصل المهم للغاية أن يكون لدول جوار السودان أولوية في العمل في السودانية. أيضا مصر لم تغفل تواصلها على المستوى الدولي، مصر كانت حاضرة بقوة في التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية والقوى التي يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة. وبالتالي أعتقد أن المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة الخميس المقبل لدول جوار السودان ليس سوى خطوة على طريق طويل بدأته القاهرة منذ اللحظة الأولى للأزمة، ولا يزال متواصل إن شاء الله حتى نهاية هذه الأزمة التي تضر بمستقبل السودان وتضر بالإقليم بأكمله. دكتور أسامة، بالحديث عن هذا المؤتمر الذي سينعقد يوم الخميس المقبل 13 من شهر يوليو الحالي، ما هي المخرجات أو ما هو المتوقع أن نخرج به من هذا المؤتمر؟ هل سيكون هناك بالفعل أن تصل الدولة المصرية لحل يرضي الطرفين خلال هذه الأزمة السودانية؟ يعني أولا يجب أن ندرك مجموعة من الحقائق، أولها هو تشابك وتعقيد الأزمة السودانية، وأن إطالة أمد الصراع ليست في مصلحة لا الشعب السوداني ولا في صالح المنطقة. ويجب أيضا أن نعترف أن كثير من التقديرات التي بدأت مع اللحظات الأولى لاندلاع هذه الأزمة كانت تقدر نهاية سريعة لهذا الصراع، ولكن للأسف الشديد امتد أمد الصراع ودخل في شهره الثالث، وربما بعض التقديرات الآن تشير إلى إمكانية أن يمتد هذا الصراع لشهور وربما لسنوات إذا ترك دون تدخل قوي من دول الجوار ومن الدول المعنية والدول القادرة على إقناع طرفي الصراع بضرورة إنهاء هذا الاقتتال الداخلي. المخرجات الحقيقة، أول هذه المخرجات وأعتقد أنه تحقق حتى قبل أن تلتئم القمة، هو الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه دول جوار السودان، لأنه هذه ربما هي المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه الدول كلها على طاولة حوار واحدة بهدف واحد، هو إنهاء هذا الصراع ووقف التداعيات السلبية على دول جوار السودان. هذا ربما أحد النتائج التي تحققت بالفعل حتى قبل أن يبدأ الاجتماع. النقطة الثانية، أتصور أنه سيتم خلال الاجتماع بلورت رؤية مشتركة، رؤية تعبر عن مصالح الأطراف المعنية، رؤية تعبر عن مخاوف
وانزعاج دول الجوار، وخاصة مع التدفق الكبير لأعداد النازحين إلى الحدود المشتركة لهذه الدول مع السودان. أتصور أنه ربما يمكن أن يكون هناك بلورة لرؤية أو مبادرة يتم طرحها لطرفي النزاع، لكن في المقابل أتصور أنه سيكون هناك آليات تنفيذية، لأنه حتى الآن لم نرى أي من المبادرات التي طرحت، سواء مبادرة الإيجاد، الاتحاد الإفريقي، المبادرة الأمريكية السعودية، لم تتضمن آليات للتنفيذ. أتصور أن دول جوار السودان أكثر وعيا، أكثر إدراكا لأهمية وجود آليات تنفيذية لمراقبة وبلورة هذه المبادرة على الأرض، وبالتالي أعتقد أننا أمام تحول جوهري إن شاء الله يفضي إلى نهاية هذا الصراع وهذه الأزمة. طيب خليني أخذ من كلامك مسألة التغير الجوهري. الحقيقة إنه المنطقة دكتور أسامة، وأكيد حضرتك تتفق معايا، تموج بالعديد من الأحداث والعديد من الأمور. طبعا في مقدمة هذه الأزمات طبعا الملف الليبي، وأن الدولة المصرية والقيادة السياسية تحاول بذل العديد والكبير أو الكثير من الجهود لمساعدة ومساندة الشعب الليبي لاختيار قيادته في طبعا القضية الفلسطينية الآن، الأزمة السودانية. كيف نجحت الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية بقيادة السيد الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي في حشد كل جهود المجتمع الدولي يعني النظر لكل هذه الأمور وهذه القضايا العربية التي تموج المنطقة؟ أولا لأن القاهرة تمتلك رؤية واضحة فيما يتعلق بسياستها الخارجية، وهي سياسة خارجية مبدئية تقوم على مجموعة من الثوابت التي تحقق المصداقية للدور المصري. أول هذه الثوابت هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بالعكس مصر دائما ما تقوم بدور المسهل أو الوسيط النزيه الذي يحاول أن يقرب وجهات النظر بين الأطراف الوطنية، وترفض التدخلات الخارجية أيضا دكتور أسامة. بالضبط، وبالتالي ده بيكسبها مصداقية كبيرة، وهي ترفض بالفعل زي ما حضرتك أشرت أي تدخلات خارجية، بل بالعكس هي تنادي دائما بأن يترك المجال للأطراف الوطنية بعضها البعض لكي تصل إلى بلورة رؤية وطنية للحل، لأن الرؤية الوطنية للحل هي القابلة للتطبيق، هي القابلة للالتزام. أما الرؤى المفروضة من الخارج والتي تنتج عن تدخلات خارجية هي لا تعبر سوى عن مصالح من يطرح ويفرض هذه الحلول، وفي غالب الأحوال لا تعبر عن المصلحة الوطنية الداخلية. وبالتالي مصر تحركت منذ اللحظة الأولى في كل الأزمات، يعني إذا رأينا الملف الفلسطيني دائما مصر تحاول أن تقرب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية المختلفة، بين السلطة الفلسطينية والفصائل، بين الفصائل بعضها البعض، بين كل الأطراف المعنية. فيما يتعلق بالملف الليبي، إما الخطاب السياسي المصري يؤكد أهمية أن يكون الحل سياسيا، أن يكون الحل داخليا، أن يكون نابعا من المصلحة الوطنية الليبية. حتى عندما تدخل الرئيس المصري في لحظة فارقة في عمر الصراع في ليبيا وحدد خطا أحمر لا تتجاوزه قوات الغرب ولا قوات الشرق، أعتقد أن كان هذا التدخل لصالح الشعب الليبي، وبالفعل الليبيون يدركون الآن أن هذا التدخل وقى الليبيين مغبة صراع دامي وحرب أهلية طاحنة كانت يمكن أن تؤدي إلى إضاعة والإطاحة بالدولة الليبية نفسها. أيضا ما يتعلق بالسودان، نفس الرؤية ونفس المنهج ونفس المبدأ تم تطبيقه منذ اللحظة الأولى. مصر أعلنت أن هذا صراع داخلي، أن هذه أزمة سودانية داخلية يجب أن يتم حلها داخل الأطر السودانية، وأتصور أن هذه الرؤية وهذا المبدأ وهذا اليقين الراسخ من القيادة السياسية المصرية ومن السياسة الخارجية المصرية يكسب الدور المصري مصداقية واضحة، يكسبه احتراما كبيرا سواء من الأطراف المعنية أو من المؤسسات الدولية أو من الأطراف الدولية الفاعلة. حضرتك يا دكتور أسامة ذكرت جزئية هامة وهي مسألة السياسة الخارجية للدولة المصرية، وحتى مع لعب الدولة المصرية دور الوسيط أو أنها حتى تقوم بدور محوري في كل القضايا العربية، يمكن دائما الدولة المصرية تتبنى في سياساتها الخارجية مبدأ المصالح المشتركة. السؤال هنا دكتور أسامة، إلى أي مدى تجني الدولة المصرية ثمار هذا المبدأ، وكيف عاد بالإجاب على الداخل المصري أيضا؟ يجب أولا أن ندرك أن مصر دولة محورية، وهي القائد الحقيقي للأمة العربية وللمنطقة، وهي الطرف الذي دائما ما ينظر إليه في لحظات الأزمات ولحظات التحولات الكبرى. وقد رأينا كيف تضرر المشروع العربي وكيف تضررت الدول العربية نتيجة الاضطرابات الداخلية التي شهدتها مصر بعد 2011. عودة مصر مرة أخرى لمكانتها الإقليمية والدولية بعد ثورة 30 من يونيو، أعتقد كانت عودة قوية للدولة المصرية، وأيضا عودة قوية للمشروع الوطني العربي.
أنه مصر تبنت رؤية واضحة لتعزيز الدولة الوطنية العربية، ساهمت بذلك في العديد من الدول سواء في العراق، في سوريا، في ليبيا، في السودان وغيرها من التجارب العربية، رفضت التدخلات الخارجية، تصدت لمحاولات زعزعة الاستقرار في العديد من الدول. الأهم في تقديري أن مصر قادت تحولا مهما في بناء فكرة جديدة أو أسلوب جديد لطرح القومية العربية بعيدا عن الشعارات ولكن باستراتيجية المصالح المشتركة. لذلك ستجدي أن مصر تقود مجموعة من أطر التعاون المصغرة، نجد مثلا تعاون مصري سعودي إماراتي، نجد تعاون مصري إماراتي أردني، نجد تعاون مصري أردني عراقي، وبالتالي مصر تقود مجموعة من المجموعات أو أطر التعاون المكثفة والمصغرة التي تعبر عن مصالح مشتركة، لكن صحيح. المحور والمرتكز دائما تكون مصر. وبالتالي أتصور أن مصر سعت إلى بناء أو إعادة بناء مشروع عربي جديد يقاوم المشروعات المطروحة في المنطقة. أيضا استفادت لأنه عودة مصر إلى الحاضنة العربية وعودة الحاضنة العربية إلى مصر وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية بقيادة المشروع العربي، هذا يعزز أيضا الاستقرار، يعزز التعاون الاقتصادي، يعزز التعاون التجاري، يعزز أيضا المشاريع المشتركة بين الدول العربية بعضها البعض، وده ما تجنيه الدولة المصرية ونلمسه على أرض الواقع حتى كمان أيضا على المستوى المنطقة ومستوى الإفريقي أيضا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أسامة السعيدة مدير تحرير جريدة الأخبار، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. منذ اندلاع الأزمة في السودان أكدت مصر تضامنها مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الراهنة. أكدت مصر أيضا أنها لن تألو جهدا لمساعدة الشعب السوداني لتمكينه من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة. المزيد مشاهدين في هذا العرض مع سارة عبد الله متابعة. أهلا بكم. تمتد العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين المصري والسوداني إلى مئات السنين، حيث يأتي الموقف المصري تجاه الأزمة في السودان ثابتا بضرورة التسوية السلمية واستدعاء أقصى درجات الحكمة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني. منذ اندلاع الأزمة في السودان أكدت مصر تضامنها مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الراهنة، وأنها لن تألو جهدا لمساعدة الشعب السوداني وتمكينه من الحصول على ما يستحق من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة. الرئيس السيسي من جانبه أكد في العديد من المناسبات على الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة، وذلك باعتبارها شأنا سودانيا خالصا بما يسهل من نزع فتيل الأزمة ويحول دون تفاقمها. وفي سبيل تحقيق الرؤية المصرية التي تبناها الرئيس السيسي مع بداية الأزمة في السودان، تعددت الجهود التي قامت بها مصر دوليا وعربيا لنزع فتيل الأزمة، حيث التقى الرئيس السيسي عددا من زعماء العالم، كما أجرى وتلقى عددا من الاتصالات الدولية كان محورها التطورات في السودان، حيث طالب الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق. منذ بداية الأزمة أطلقت مصر نداء مشتركا مع جنوب السودان للأطراف السودانية بضرورة تغليب صوت الحكمة وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني عبر وقف إطلاق النار وفور وقوع الأحداث في السودان. سارعت مصر بدعوة مجلس الجامعة العربية إلى دورة غير عادية على مستوى المندوبين، ومن خلال سلسلة اجتماعات تبنت الدول الأعضاء قرارا يدعو إلى الوقف الفوري وغير المشروط لكافة الأعمال القتالية في السودان. وفي مجلس الأمن شددت مصر على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، محذرة من أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية. وفي كلمة له خلال جلسة المجلس حول الأوضاع في السودان، أكد المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة استعداد مصر لمساعدة السودان على العودة لمسار التهدئة، مشددا على أهمية السعي الحثيث للحوار لحل الأزمة.
جهود مصر تواصلت من خلال الاتصالات والمقابلات التي قام بها وزير الخارجية سامح شكري مع نظرائه لبحث جهود التهدئة في السودان، سواء الاتصالات التي أجراها مع رئيس مجلس السيادة السوداني أو قائد الدعم السريع، فضلا عن دول جوار السودان. كما شارك شكري في المؤتمر رفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، حيث أشار إلى أن استمرار الصراع في السودان سوف يدفع المزيد إلى الفرار من العنف إلى دول الجوار. ولمعالجة أزمة الفارين من الصراع في السودان، وفرت مصر موارد ضخمة لضمان تشغيل المعابر الحدودية بشكل دائم لاستقبال الأعداد غير المسبوقة من الفارين من الصراع وتقديم المساعدات الغذائية والطبية والنفسية لهم. قدمت مصر نحو 300 طن مساعدات طبية وغذائية عاجلة، مع تسهيل إجلاء نحو 10,000 أجنبي من العاملين بالبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لرؤية مصر للأوضاع في السودان، مع التركيز على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة باعتبارها شأنا سودانيا خالصا. شكرا لطيب المتابعة. هذا وتستند الرؤية المصرية لحل الأزمة السودانية على ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه التغطية الإخبارية على شاشة إكسترا نيوز، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ومن ملف السودان إلى ملف المشروعات الاستثمارية في الدولة المصرية. السباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم قدراتها وأصولها. فكانت المشروعات القومية رمزاً يعبر عن إرادة المصريين في البناء. استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين. جاء ذلك خلال اجتماع في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن حل مشكلات تحصيل مقابل التحسين على العقارات. هذا وأكد مدبولي أهمية المتابعة الدقيقة لمختلف الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ القرارات التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشار أيضا دكتور مصطفى مدبولي إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمي ملزم بآليات وضوابط واضحة
بحالات فرض رسوم تحسين طبقا للقوانين المنظمة وأسس احتساب كل حالة، وذلك من أجل التخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين. هذا كما تابع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج. جاء ذلك خلال اجتماعنا في مقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة في إطار متابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج. أشار مدبولي إلى أن الدولة عدت مجموعة من الحوافز غير المسبوقة لصناعات استراتيجية محددة بهدف توطينها، وهو ما سيسهم بدوره في توفير المنتجات المختلفة من خلال توطين الصناعات المستهدفة. كلف أيضا رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بأن يتم تنسيق على الفور ما بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية بهدف البدء في تنفيذ أول مرحلة من 152 منتجا من المنتجات الصناعية، ومؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كل المحفزات لتنفيذ هذا الأمر. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الحرص على إنجاح مخططات تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بالصحراء الشرقية. وخلال عقده اجتماعا لمتابعة مستجدات المشروع، وجه دكتور مصطفى مدبولي بأن يتم التركيز على إحدى المناطق في سفاجة كأولوية أولى في مراحل المشروع، بحيث يتم البدء في حساب تكلفة توصيل المرافق لهذه المنطقة من أجل البدء في تنفيذ خطة المرافق، خاصة أن هناك طلبات من جانب عدد من المستثمرين لإقامة عدة مشروعات متنوعة بها. للمزيد من النقاش والمتابعة انضم إلينا عبر الهاتف دكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي وأيضا مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية. برحب بك فندم معنا طبعا إلى هذه التغطية. دكتور مصطفى، بعد التحية، كيف تابعت في البداية طبعا المتابعة المستمرة من قبل رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي للقرار الصادر من المجلس الأعلى للاستثمار بشأن حل طبعا كل المشكلات المتعلقة بتحصين مقابل التحسين؟ اهلا وسهلا بحضرتك كل الساده المشاهدين. طبعا في اطار حرص الدوله منذ سنوات على اتاحه كافه التيسيرات وتحفيز الاستثمار الاجنبي المباشر، طبعا القرارات الصادره عن المجلس الاعلى للاستثمار برئاسه السيد رئيس الجمهوريه عبر اصدار 22 قرار، ده بيساهم بشكل كبير جدا في اسراع بوتيرة حل المعوقات الخاصة بعملية الاستثمار، ومن ثم زيادة في عملية إقامة المشروعات، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وأيضا على الجانب الآخر إتاحة وتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة والغير المباشرة التي ستساهم في تراجع معدل البطالة، وطبعا ده في النهاية بيساهم في تحسين وضع الاقتصاد المصري من خلال المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي محليا وعلى المستوى الدولي. دكتورة مصطفى، الحقيقة ونحن نتحدث عن الاقتصاد المصري، الحقيقة أن الدولة المصرية والقيادة السياسية طبعا في مقدمتها السيد الرئيس بذلت جهد كبير جدا وحقيقي خلال التسع سنوات الماضية في قطاع الصناعة، حتى أنه شهد طفرة كبيرة من نوعها خلال التسع سنوات الماضية. إلى أي مدى ساهم هذا الأمر في مواجهة ما يمر به العالم أجمع؟ أتحدث هنا ليس فقط عن في البداية أزمة كورونا أو جائحة كورونا، لكن حتى الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على العديد من دول العالم، ليس فقط على الدولة المصرية أو الدول الإفريقية، لكن حتى في مقدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية. إلى أي مدى ساهم متانة الاقتصاد المصري وجهود الدولة المصرية في يعني مواجهة كل التحديات التي تمر بها الدولة المصرية في هذا التوقيت؟ خليني أجاوب على حضرتك السؤال ده بالتحديد لشقين. الشق الأول هو ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي ساهم بشكل كبير جدا على اتخاذ العديد من الإجراءات لضبط المالية العامة على جانبي الإيرادات والمصروفات، بمعنى أن حدث
تنمية للإيرادات العامة للدولة المصرية من خلال إطلاق العديد من القوانين المنظمة لعملية الحصيلة الضريبية وما تبعها من زيادة في الحصيلة الضريبية اللي بنشهدها بتنمو سنويا في الموازنة العامة للدولة. ثانيا المشروعات القومية اللي تم الدفع بها خلال الثمان سنوات الماضية دي أدت بشكل كبير جدا إلى تعظيم الاستغلال الأمثل للقدرات والإمكانيات المتاحة لدى الدولة المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات على مستوى قطاع الطاقة والصناعة والزراعة، وده اللي ساهم بشكل كبير جدا على زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي اللي بنشهده إن هو بيتنامى سنويا بمعدل تريليون جنيه سنويا. يعني حاليا احنا بنشهد في السنة المالية الحالية متوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 11 تريليون جنيه بزيادة عن العام الماضي 2 تريليون جنيه تقريبا. وبالتالي المشروعات القومية كمان خلال الفترة الماضية ومع المتغيرات الاقتصادية اللي حضرتك أشرت ليها من تداعيات جائحة كورونا مرورا بتزايد أسعار الطاقة وإصرار سلاسل الإمداد ومرورا بالأزمة الحالية الروسية الأوكرانية، ده ساعد بشكل كبير جدا على قدرة الاقتصاد المصري على تلقي الأزمات والتكيف معها والتعامل مع هذه الأزمات. ليه؟ لأن الحكومة كمان انتهجت خلال الفترة الماضية سياسة اقتصادية توسعية في مساندة ودعم الأنشطة الاقتصادية، صحيح، مقسمة من مبادراتها اللي تتوجه لناحية قطاع الصناعة والزراعة لمساندة هذه الأنشطة واستدامة إنتاجيتها، بالإضافة للتيسيرات اللي وجهتها لهذه القطاعات كان من شأنها أن هي أعطتها القدرة والمرونة على استكمال مشروعاتها، بالإضافة في ذات التوقيت حدث هناك زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر طبعا خلال الفترات. طب عفوا دكتور مصطفى، في هذه النقطة تحديدا يمكن بعد تنفيذ هذا العدد الكبير من المشروعات القومية في الداخل المصري وبعد كل الإجراءات الاستباقية والحكيمة جدا من قبل الدولة المصرية والقيادة السياسية في الداخل المصري وحتى كل هذه الخطوات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية وقرارات جديدة قوية توائم ما تواجه الدولة المصرية من تحديات في هذه الفترة، كل هذه الأمور هي تهدف في المقام الأول لتحسين جودة حياة المواطن المصري وزيادة الاستثمار الخارجي في الدولة المصرية وتسهيل حتى مسألة الاستثمار بشكل عام. هل سؤالي هنا لحضرتك دكتور مصطفى، ما تم اتخاذه وما تم فعله في الفترة الماضية وخلال السنوات الماضية من أمور ومن جهد كبير من الدولة المصرية هو كاف لمواجهة كل التحديات التي تمر بها الدولة المصرية في هذا التوقيت؟ خلينا أقول أستكمل على كلام حضرتك أن طبعا كل الجهود اللي قامت بها الدولة المصرية وحرص السيد الرئيس على الإسراع بوطيرة المشروعات القومية لأن ده السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيم القدرات والإمكانيات الخاصة بالدولة المصرية في تحقيق مستهدفاتها الكلية للإقتصاد المصري وزيادة حجم الإقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات المصرية ووصولها لتحقيق المستهدف من 100 مليار دولار. كل ده بيتطلب خطط ودراسات محددة بوضع آليات وإجراءات تنفيذ من شأنها تحقيق هذه المستهدفات. وخلينا أقول لحضرتك أن الدولة دايما بتكون حاطة نصب أعينها التعامل بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية اللي بتحصل دايما مستمرة على الساحة الدولية، وبالتالي الدولة بتقدر أن هي تستغل كافة إمكانياتها في تعظيم إيراداتها العامة عشان لما بيكون عند الدولة المصرية المزيد من الملاءة المالية بتقدر أن هي توجهها نحو مخصصات البرامج الاجتماعية وتكافل الكرامة والمشروع القومي الكبير اللي حياة كريمة اللي بيستهدف أكثر من نصف الشعب المصري في توفير كافة الخدمات الأساسية صحيا وتعليميا. ده طبعا بيرفع من كفاءة حياة المواطن المصري وبنصل لتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي اللي بيهدف لتوزيع كافة عوائد التنمية على كافة شرائح المجتمع مع الأخذ في الاعتبار توزيعه على أنحاء الجمهورية، وبالتالي نستطيع أن احنا نصل إلى
كافة أو تحقيق كافة المستهدفات بالمزيد من العمل، بالمزيد من تعظيم قدرتنا الإنتاجية صناعيا وزراعيا، وتوفير الكثير من فرص العمل، خاصة إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من مستهدفاتها إن هي توفر 900,000 فرصة عمل، وده مش هنستطيع إن احنا نحققه إلا بالمزيد من المشروعات وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي بتستهدف إقامة مشروعات إنتاجية تساهم في تحسين كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في المدى المتوسط والطويل. صح، والدليل على ذلك ان حتى الدوله المصريه زي ما حضرتك ذكرت وضعت نصب عينيها طبعا تنميه وتعظيم المنتج المصري. دكتور مصطفى، خليني اسالك سؤال اخير. الحقيقه انه هذه التحديات التي تمر بها الدوله المصريه وحتى كل دول العالم، على ماذا كانت تعول الدوله المصريه في مواجهه هذه التحديات الكبيره جدا؟ هل كانت تعول على متانه الاقتصاد المصري وبرنامج الاصلاح الاقتصادي اللي تبنته الدوله المصريه طبعا في شهر يونيو لعام 2016، أما كانت تراهن على الإجراءات والنظرة الثاقبة للدولة المصرية والقيادة السياسية، أما على صمود حتى الشعب المصري ووعي الشعب المصري؟ وهذه نقطة هامة، لأنه دائما السيد الرئيس يتحدث في كل القمم والمؤتمرات وحتى المبادرات عن مسألة وعي الشعب المصري ويراهن على هذه المسألة. على ماذا كان التعويل أو على ماذا كان رهان، وماذا كان يتوافر في الدولة المصرية من هذه الأمور؟ أنا بشكر حضرتك على السؤال الهام ده، لأن هو الدولة المصرية أو القيادة السياسية بتراهن على عدة عوامل. أولا على ما تم تنفيذه وتحقيقه من مؤشرات موجبة خلال تداعيات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وإزاي إن إحنا من الدول القليلة اللي قدرت تحافظ على تحقيقها في معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الماضية، وده زي ما أشرت سلفا لتحقيق المرحلة الأولى للبرنامج الإصلاح الاقتصادي. الدولة ما اكتفتش بده، استمرت في تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية اللي بيعتمد على ثلاث محاور: الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف إن هي تزود مساهمة الثلاث قطاعات دول في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي ينتج عنه تحسين في معدلات النمو وتحسين في أو تراجع في معدلات البطالة، وبالتالي تراجع في نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي. المعيار الثالث أو التعويل الثالث زي ما حضرتك أشرتي، وهو المواطن المصري اللي استطاع إن هو يكون داعم ومساند للقيادة السياسية في تنفيذ كل هذه الإجراءات على مدار السنوات الماضية، ثقة منه في القيادة السياسية على الإرادة الحقيقية في تحقيق الأفضل للمواطن المصري وتحقيق الأفضل في الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والإمكانيات الموجودة داخل الدولة المصرية لتعظيم قدرتها، وبالتالي تعود بالنفع عليه في صورة خدمات متميزة صحيا وتعليميا وخدمات أساسية نراها حاليا ويلمسها المواطن المصري في تحسين العديد والعديد من الخدمات اللي بتقدم ليه. وبالتالي كان التعويل على عدة محاور: على قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتلقي الصدمات وكيفية مواجهته مع المتغيرات الاقتصادية، ثانيا على قدرة الدولة على تنمية إيراداتها الدولارية خاصة من المصادر الخمسة. إذا كنا بنتحدث عن إيرادات قناة السويس، الحمد لله بتتنامى كل سنة عن الثاني، وأخيرا حققت 9.4 مليار دولار. عندنا قطاع السياحة اللي ابتدى ينشط نشاط منخفض في الفترة الأخيرة، والعوائد أو الإيرادات اللي بتيجي منه ابتدت تتنامى. عندنا برضو زيادة الصادرات اللي حصل فيها تطور ملحوظ خلال الفترة الماضية، ده نتيجة الاهتمام من القيادة السياسية والدولة المصرية بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة قطاع الصناعة والإنتاج، وبالتالي ده بنشوف مردوده على زيادة الصادرات اللي حققنا على الأقل 53 مليار دولار من النفط أو الصادرات الغير السلعية. عندنا كمان الاهتمام الكبير اللي حصل والملحوظ بقطاع الطاقة والنفط، وإزاي إن إحنا بقينا من الدول المهمة في خريطة تصدير الغاز المسال على الخريطة العالمية. كل ده
بيبقى ثقة في القيادة السياسية والمواطن في تحقيق كافة المستهدفات، حتى لو عندنا بعض الأزمات بيبقى عندنا القدرة على التعامل معها والتفكير في آليات وحلول أخرى تساهم في معالجة هذه الأزمات على المدى المتوسط والطويل. صحيح، أنا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهاية هذه التغطية الإخبارية، أشكر لكم طيب المتابعة، كنت معكم أنا دانا مدحت، أشكر لكم طبعا طيب المتابعة، ألقاكم في نشرة 12 ظهرا، ابقوا معنا على شاشة إكسترا نيوز.